بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات الذين أجتازوا بكالوريا 2023 شعبة التقنية الرياضي، أقدم لكم تصحيح امتحان مادة الرياضيات. تابعوا مليح. إذن هذا هو النص تاع التمرين. تابعوا مليح. إذا ننتقل إلى التصحيح. عندك الجزء الأول من التمرين 1، بقراءة بيانية حدد حسب قيم x إشارة زد x. إذن g ل x سالبة من أجل x ينتمي إلى المجال ألفا صفر. g ل x موجبة من أجل x ينتمي إلى من نقص ما لا نهاية حتى النقص واحد، ناقص واحد خارج المجال، وكذلك إس ينتمي من صفر إلى زائد ما لا نهاية. ثانيا، تحقق أن ألفا محصور ما بين ناقص 0.72 وناقص 0.71. نبدأ بحساب جي لي ناقص 0.71 وتمدنا ناقص 0.02. جي لي ناقص 0.72 يساوي 0.03. جدا لهذا العددين يمدنا عدد سالب. إذا حسب مبرهنة القيم المتوسطة، فإن المعادلة جي لي إكس تساوي فيري تقبل حل واحد ألفا، حيث ألفا محصور ما بين هذا العددين. الجزء الثاني من التمرين 1 ألف. واحد ألف، احسب لا ليميت لأف دي إكس إذا إكس يؤول إلى ناقص واحد بالقيم الكبرى. إذا لهنا نعوض إكس بالقيمة تاعو، لهنا دونك ناقص 2 زائد 3 يسمى 1 مضروب في لهنا ناقص ما لا نهاية، لأن لهنا الآن صفر ناقص ما لا نهاية، ولهنا ما عندوش قيمة لأن ناقص واحد معناه 3 زائد 3، ناقص ما لا نهاية زائد 3 هو ناقص ما لا نهاية. إذا هذه هي. ثم فسر النتيجة هندسيا. تفسير النتيجة، إكس ناقص واحد هو معادلة مستقيم مقارب عمودي، عمودي للمحنى سي إف. واحد بي با، واحد با، تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم إكس من مجال ناقص واحد سيدنا نهاية إف لإكس يساوي العبارة هذه كل. حنا ننتقل من العبارة هذه ونقوم بالنشر. بعد النشر نتوصل لهذه النتيجة، والنتيجة هي إف دو إكس، يسمى هي تحويل، تحويلها برك هذه إف إكس نحولناها إلى عبارة أخرى. إذا الاقتراح في التمرين هو الاقتراح صحيح.
ثم استنتج أنه limit left x is زائد ما لا هي يساوي زائد ما لا نهاية. إذن نستعمل هذه العبارة الجديدة ل f دو x ونطبق عليها x يؤول زائد ما لا نهاية. إذن 3 على x يسمى يؤول إلى صفر، وهذه العبارة التي تؤول زائد ما لا نهاية. إذن واش يبقى لنا؟ يبقى لنا زائد ما لا نهاية مضروب في 2 مضروب في زائد ما لا نهاية، نقص هنا ما نعتبرهاش لأنها حاجة قليلة. إذا زائد ما لا نهاية مضروب في زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية. اثنين ألف، بين أنه من أجل كل عدد حقيقي إكس من المجال ناقص واحد زائد ما لا نهاية إف فتحة لإكس يساوي جيل إكس. إذا عندنا f دو x وعندنا f فتحة ل x مشتقة ل f دو x. إذا f ل x مقبولة، هذه اشتقاق في المجال ناقص واحد زائد ما لا نهاية. إذا f دو x قابلة للاشتقاق في هذا المجال. إذا نقوم بهذا الاشتقاق، لهنا A ولهنا B، لهنا U، لهنا V، U V مشتقة تاعو هو U بريم V زائد U V بريم. إذا نطبقو هذا في النهاية عندنا F ل X يساوي جل X. مسألة تحب الحسابات، لأن كما تشاهدون لهنا عندنا توحيد المقامات. تين با، نستنتج أن f متناقص تمام على ألفا صفر ومتزايد تماما على كل من مجالين ناقص واحد ألفا وألفا زائد منايا. إذن جل إكس سالبة من أجل هذا في المجال هذه، ومنه أن f متناقصة لأن f فتحة سالبة. أن f متناقصة تمام على f جل إكس موجبة، أي المشتقة موجبة، وبالتالي f متزايدة تماما على المجالين ناقص واحد ألفا وصفر زائد ما لا نهاية. جدول التغيرات لـ f، عندك محظورة ناقص واحد مستقيم مقارب ألفا صفر كما راكم تشاهدو، f فتحة موجبة سالبة وموجبة. إذن عندك f دو x متزايدة في هذا المجال وفي هذا المجال ومتقانس من ألفا إلى آخره. ثلاثة ألف، الرسم كما راكم تشاهدو، عندك عبور منه عندك ألفا صفر زيرو لأف لأفا هاي لنا، من الذروة عبور من صفر أف لصفر يساوي صفر، لنا عندك متزايدة ومتزايدة ومتناقصة في هذه الجهة ألفا صفر.
اف لثلاثة هي 3.5، كما هي مطروحة في نص التمرين. اف لألفا هي 0.2، ثلاثة بي جدول التغيرات قلنا لقيناها، هاي جدول التغيرات الرسم ديالنا عندنا. إذن ثلاثة بي، ثلاثة بي وش يقول؟ عين بيانين قيم الوسيط الحقيقي أم التي من أجلها تقبل المعادلة في ديكس أم ثلاثة حلول بالضبط. إذن عندنا في ديكس يساوي أم واي كالك يساوي أم، لهنا مستقيم موازي لمحور الفواصل. أف ديكس يساوي أم، عندك بي اللون الأزرق، أرسمنا المستقيم الموازي لمحور الفواصل وهذا يتحرك. بيكون عندنا ثلاث حلول، لازم يكون تقاطع لثلاث نقط، هاي النقطة الأولى، النقطة الثانية، والنقطة الثالثة. الأولى الثانية الثالثة لازم يكون. إذن حلول هذه المعادلة هي فواصل نقط تقاطع المنحنى سي اف مع المستقيم إيكالك يساهم إيكالك يساهم باللون الأزرق. حلول ثلاثة من أجل قيم أم حيث أم ما بين صفر و اف لألفا، لازم يكون القيم تاع أم ما بين صفر و اف لألفا. هيكونوا ثلاث حلول. ربع ألف أف كبيرة، الدالة المعرف على المجال ناقص ملايين زائد ملايين. أف لي كيسوي كما راكم تشاهدوا، وكل با تكون أف ليس تكون دالة أصلية لي أف ليس صغيرة، لازم نحسبو أف فتحة لإكس يساوي أف لإكس. إذن أف فتحة لإكس كما راكم تشاهدوا بعد التبسيط و الاختزال تتوصلوا إلى أف فتحة لإكس يساوي أف لإكس. هذه دليل كافي بأن الدالة أف أصلية للدالة أف صغيرة. المساحة هي ربعة اف لـ x من صفر لألفا، لا صفر هي أكثر من ألفا، صفر ألفا أقل من صفر، فهمت؟ ألفا الصفر يجي لهنا. إذن المساحة هي ربعة اف لصفر ناقص اف لألفا، معناها ربعة ناقص ناقص ربعة اف لألفا، عوضنا اف لألفا هاي لهنا، توصلوا إلى ان ألفا زايد واحد. وشني ألفا زايد واحد؟ معناه شي نعتبرو، لقينا سابقا بلي جي لو ألفا هي صفر، لأن هاي المعادلة تقبل حلا وحيدا وهو ألفا. إذن ال ان الفا زائد واحد يساوي الفا على اثنين الفا زائد واحد، وكذلك حولتنا هذا كثير الحدود الفا زائد ثلاثة الفا زائد اثنين الى جدا عاملين بعد التعويض والاختزال نتوصل الى
ستة ألفا مربع زائد أربعة ألفا سنتيمتر مربع. وانتهينا، والسلام عليكم ورحمة الله. وما تنسوش دعائكم لنا، وهذه هذا العمل هو صدقة جارية. نرجو من الله أن يقبلها إن شاء الله.